كابتن اسلام الشاطر، بجد التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بي النجم الساحلي، واحد من نجوم النادي النجم الساحلي، كابتن صدام عزوز وكابتن الفريق ايضا، بنرحب بيك طبعا في مصر، واكيد مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، استفدته بشكل كبير جدا في المؤتمر الصحفي. لكن لو بكلمك على المعنويات لعيبه النادي النجم الساحلي، مذاكرين النادي الاهلي ونادي الاهلي مذاكركم، لكن نقل الحاله عاملين ازاي، مركزين ازاي، وشايف الجيم بكره ازاي؟ والله كما قلت يعني في المؤتمر، يعني ديما الضغط الكبير يقول لك على النادي الاهلي مش علينا. بالنسبه للنتيجه اللي صارت بين الهلال والبلاتينيوم هيك، يعني يقولوا نحن زادت الضغط على النادي الاهلي. احنا ان شاء الله حاضرين ماتشونا، صحيح في الدوري ماناش معناتها ماناش لاقيين التوازن بتاعنا، ولكن كل حاجه وحدها، من اولوياتنا هي تشامبيونز ليج. يعني نتصور يعني تركيزنا كله الكبير تبع تشامبيونز ليج، وخاصه مباراه بكره ان شاء الله كونتر الاهلي، ان شاء الله نكونوا حاضرين 100%. جولات كل كيلو معناتها متحملين المسؤوليه كل كيلو، وعارفين المسؤوليه هذه كل. ان شاء الله ان شاء الله بقى الضغط، ان شاء الله نحاولوا نحن ان شاء الله نحاولوا نعملوا مباراه باهيه، ونخليوا الضغط الكل على نادي الاهلي، وان شاء الله نعرفوا كيفاش نربحوا ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا كنت متواجد في المباراه الاولى في تونس، في مباراه النجم، الجمهور كان رائع بالنسبه للنجم الساحلي، ويمكن كان ليه دفعه كبيره جدا. العكس صحيح، جمهور النادي الاهلي 11 10000 متواجدين، اكيد دور الجمهور في المباراه دي بيبقى ليه تاثير كبير جدا. ومعنى مباراه الغد النادي الاهلي متحفز بشكل كبير جدا ان هو فريقه يصعد بشكل كبير ويؤدي اداء مميز، تستقبلوا الامر ده ازاي؟ صحيح والله، احنا مستنسين يعني نلعبوا بطبيعه الحال، مستنسين نلعبوا باكثر من 10000، يعني ما عندناش مشكله نتاع جمهور، ولكن المشكل الوحيد انه تعرف يعني الاهلي عندها ضغط كبير، بنصور الجمهور باش يدز معاها يعني الماكسيموم، ولكن نحن ان شاء الله نكونوا حاضرين ونعرفوا كيفاش نلعبوا ماتشونا. مش مشكلة انه نلعبوا، ولكن نعرفوا كيفاش نلعبوا ماتشونا، ونعرفوا كيفاش نروحوا بالنقاط ان شاء الله. بنشكر اكيد كابتن اسلام، كابتن صدام، يبقى عزيز ومستمرين معاك من